والله ما عمره سامحني يا كينج. والله ما عمره سامحني، لكن فدا. غسل وجهك دخيلك. طيب والله بقوم اغسل، والله بقوم. تحسب اني بقعد معك انا كذي؟ بقوم يا مخلوق. يقول عطني مايك. يبقى اطلع كقست يعني يا كينج. ايوه، بلاك بانثر موجود والريم موجود. كم لكم في بثي؟ ايوه، كفشتكم. عليكم. بسم الله، انت منين طلعتي؟ انت اللي طلبتني. احسبتها غلقت الدعوه خرعتيني. الله يصيب العدو. يو يا قلبي، قلت انا من طلعت دحين من الكومنتات. انت ليش وجهك كذا سعيد؟ مين حكمك؟ كرامه كرامه يا كينج، والله ابشر يا حبيبي. ارحب يا بلاك منور. و مين حكمك يا سعيد؟ لا بس انفقعت في وجهي اسطوانه غاز. بسم الله عليك. واه صدق تخافين علي؟ لا تخلعتي؟ تخافين علي؟ لا بس على بالي صدق يعني. اكلم امي؟ لا ايش تكلم ولي والله بكلمها سعيد؟ لا عادي. ها تكفى ايش سعيد، ايش في؟ مدري، ما تعودت احد يخاف علي. لا بس على بالي صدق يعني، طبيعي انه يعني. ايه كيف حالك انت؟ شو مسوي؟ هاي اسمع اسمع بسرعه، جوله واحده عشان في واحد، في واحد ما هو واحد، في واحده من عيوني ابغى اطلع قست. خلينا ناخذك على الصدام بسرعه كذا، نشخمط نشخمط على طب وجهك خلاص ونمشي خلاص بسرعه. طلع قست عادي، والله ما عندي مشكله. ما كذا احس شفتك قلت والله ما اطلع لي نحكمها بسرعه. احس يومي لا ما يكمل. ما بتسحك سرعه تكبيس، بفوت عليك تكبيس بسرعه. اختي خذي كبسي كبسي بالله. اوه معك اخت؟ ايوه. ها واحده لي واحده لك انت، بس انت الله ورسوله. ها شوف حلوة جنة. شوف كينج. انت شيئين المفروض تعاقدون معاك حياتي كينج. ايش دعوة يعني؟ تاقيلك من ها؟ ها؟ وين هو كينج؟ ما يرد. كينج إذا تبغاها وجه يضحك، إذا ما تبغاها حلاوة بقر عشان نشوف كيف طريقتك. انتم ايش يعني قاعدين تتنقلون؟ لا احنا نتكلم عن الجوله، احنا نقصد الجوله. ايه ما نقصد كنتي. لا انا كنت فايز بالجوله بالتكبيس. ها شوف. طيب خلاص احكم يلا تفضل. وهو يا كينج حلاوه دقني بخمس حلاوات يعني خمس الاءات. من جد؟ هي عطني احكامك يلا. طيب بلاك، بلاك باقي الجولة. موجود يا بلاك؟ سعيد لبيك يا ذاك قصدي. اليوم ها يقولون انه انت كنت زعلان. من ايش زعلان؟ انه في ناس ترفضك. ليه يرفضون قليل الادب؟ فين متى؟ لما فين؟ كنا نلعب انا وانت، بعدين طلعت من عندي رحت طلبت ما ادري مين ورفضوا. ليه يرفضون؟ اليتيم ما حد يحبه. ما له دخل، كلنا يتامى ما له دخل. يتما اي اسلمي؟ ايوه ما له دخل. لبابوك يا علي. انا قاعد اطالع يعني السكور قصدي. اسلمي؟ لا مالك انت فايز، قاعد اقول لك من يوم عطني احكامك. ما عندي احد صدق عطني احكامك. هي على الاحكام على قد السكور والله. طيب خلاص دلالك يا عضيدي، دلالك لبى روحك. خلاص انا عندي حكم يلا واحد. عطني. يلا وشو؟ انت ما ضفتيني في السناب صح؟ يا سعيد قلت لك سنابي برايفت يا سعيد. اوه صح نسيت. طيب نسيت، وش معك ضايقه؟ لا انا قلت لك كم مره. مسكن مسكن والله ما فهمتك يا كينج. مسكن. اوه ها يعني ما تسكن. ها علي عنك يا حبيبي، علي عنك. ما يسكن. ما والله ما يسكن. اشوف معلش تتحمل مشاكل النظارة. ابي الشرح للاربعة. هاي اسمعي، الحكم الاول النظارة هذه ما عجبتني لخلخيها.
لا تكفى تو شريته جديده والله نظيف. اي وي 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 وانا كذي انا ابغيها كذي وبي انت فيها. الحكم الثاني تكتبين في الجدار اللي وراك كينج مره من هنا. طيب عمري 25 يا اتحاديه. الا بعمري بعمري يا كينج فديت روحك. الحكم الثالث تتغزلين فيه جولة النصر كاملة. حتى بالكذب بالكذب عادي. يا الله. بالكذب ما وصدقون ترى عادي. سكور يا جماعة سكور. سكور فكوني. هو معاها غمازة يا زي. ايوه انت غمازة واحدة انا. نسيت اعلمك. وشو؟ اشتريت حصان. حمار حصان. بنت. استحي وجهك. انت كنت بتقوله والله طحش لساني. طيب واحد ما يطحش لسانه. طيب وريني وريني الحصان. ما شاء الله بالله كيف والله يجنن تستاهل والله والله. اشزل اسجله باسمك؟ لا 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 ما اريده ما اريده. شوفي شوف والله ما شاء الله صدق. بس ليش ما اخذت ابيض؟ الابيض اللفه مع شيريا ان كان. لا ما ابي اركب ما احب خاف. عجيب لك سيسي انه صغير يعني خاف والله خاف. تقطبي كذي و... ما ابي كينج انت ابيت منها ولا الزمان. ها حل خلاص حل. انت ابيت منها. يلا عدنا احكامك خلاص. شو اسمه قفلي بثك وتعالي كبسي عندي جلتي. لا تكفى توني فايت سعيد. ايش هذا عاد اجي في الدبابه. احكميني انت. لا انا احكميني انت دخيلك. لا والله ما احشم سكر عندك بس كل نقول احكام كويسه. ايش هذا اكتب على الجدار تغزلي فيني ما اعرف ايش ايش هذا. علي لبى ابوك كينج عبد الله محمد المالكي. خلاص ابغاك تغمضين عيوني تقولين 10 مرات بدون ما تغلطين. مناشف شراشف مفارش بسرعه. اوه لا صعب هذه عندك تفجر ولا اقولها؟ ايش تقولين؟ كثير يعني وش مناشف شراشف مفارش بس. مناشف شراشف مفارش بس. صعبة. ولا؟ أربعة صعبة والله. خلاص سوي قرنين. عاد أغني طيب، إيش رأيك؟ اسمع باخذ حصانة اليوم الأسود. أوكي. الله يلقيك خير. يلا هلا والله.